عملية التهجير تاريخ اللي كانت فيه كانت في 18/6/48 في البيادر، وكانت البيادر في ذاك الوقت كلها مليانة قش وحبوب، وكانت الدنيا كمان طبيعة رمضان، يمكن النصف الأول من رمضان يعني قبل 15 رمضان والناس صايمة، وكانت في ساعات ما بعد الظهر. طبعا في إلى الأمور كان خلفية، تاريخ كان 18/6/1948، هاي سنة التهجير، وكان في هذاك الوقت رمضان النصف الأول من رمضان. كانوا اليهود موجودين في البروي في القرى الغربية اللي غربية معار ومعروف يعني، وكان هناك بعض القرى اللي سلمت مثل طمرة وصلوها اليهود، كابول كان مفاوضات عن طريق طمرة، سخنين كان مفاوضات عن طريق طمرة بين سخنين وبين طمرة على أساس يسلموا. أهل معار قسم منهن دار النقاش بين أهل معار، قسم منهن وافق إنه على أساس إحنا كيف إذا طمرة سلمت وسخنين شرقينا سلمت وكابول مسلمة، طيب ليش إحنا منسلمش ونسلم البلد؟ لسه في قسم رفض، واللي قاد العملية الرفض هاي ابن عمه للمختار اسمه أحمد حسين طه، وحتى يقال إنه هدد في هذاك الوقت إنه كل واحد بيجيب سيرة التسليم وبيحكي عن التسليم أنا رايح، بمعنى رايح أطخه أقوسه. لسه مش معنى انه الناس خافت من احمد الحسين، لا، لانه في كان كمان اصوات غير صوت احمد الحسين الطاها انه لا مش لازم نسلم، وفكروا انه العمليه تكون مثل ما صار مع معار في السابق، لانه في ثوره 36 وفي 39 كانوا يطلعوا الانجليز اهل معار يطلعوا بريه البلد، يفوتوا الانجليز يهدموا كم بيت ويعاودوا يسحبوا حالهم ويطلعوا، والناس تعاود ترجع على بيوتها. ويمكن هيك الناس فكرت في هذاك الوقت انه الجيش الاسرائيلي او اليهودي الهجنات تفوت على معار وبتحتل تهدم كم بيت وبسحبوا حالهم بيرجعوا بيعاودوا يرجعوا اهل معار على البلد، هيك فكروا الاشي. فما رضيوا بالتسليم وقالوا ساعتها، خلينا نقول في هذا التاريخ بالذات، اللي من الجهة الغربية جابوا خبر لمعار لأهل معار بالكامل إنه الجيش أجا على معار، وبالفعل كانين شايفين دبابات طالعة مصفحات طالعة على معار، قالوا أجوا اليهود، أجوا اليهود، حملت الناس ومشيت. لما قالوا أجوا اليهود أجوا اليهود، طبعا في معار ما في هناك أسلحة اللي تيجي تقاوم، في كانوا كم بارود يمكن شروهن، حتى في قسم منهن شراهن كان سلاح غالي يقولوا في هذاك الوقت، كان شروهن 10 بواريد 15 بارود، هاي طبعا هاي البواريد بتقف أمام مصفحات ودبابات وجيش منظم، ضربوا كم طلق في الهواء، لكن حكي فاضي، إشي فاضي، الناس حملت ومشيت يعني هربت من هذا. السوين نزلوا طبيعي، كان قلنا إنه الوقت كان في ساعات ما بعد الظهر، نزلوا شرقي البلد في مكان بسموه خلة بلان بين الزيتون، وقسم منهن خيم، قسم منهن شرق للشرق أكثر مسافة قريبين شوي من سخنين، وخيمت الناس هذيك الليلة. أجوا اليهود احتلوا معار، طلعوا على معار احتلوها ما فيهاش حدا، فيها مجموعة من
النساء اللي ما رضيوش رفضوا يطلعوا، ضلوا في البيوت. طبعا عاشوا مع، مثل ما قلنا، انه عاشوا مع الجيش هناك يومين ثلاثة أربعة أسبوع، لكن الناس انتظرت تنهل ينسحب الجيش الإسرائيلي. ما انسحب الجيش الإسرائيلي من معار، وساعتها بلشوا يفكروا تفكير آخر. قسم من السكان راح باتجاه سخنين، قسم راح باتجاه، في قسم اتجه للجنوب وللغرب، راح باتجاه كابول. في قسم على السواعد، على عرب السواعد. وإحنا كنا عيلتنا كنا من المجموعة اللي رحنا باتجاه عرب السواعد، وخيمنا في أرض للمختار، مختار السواعد محمد الفعور. قعدنا تحت خربات إله وانتظرنا المصير شو ممكن يكون. قعدنا أسابيع هناك، الجيش بقي. تردد بين الناس إنه الجيش مش طالع، وإنه في ناس عمالة ترحل على لبنان. في قسم اتخذ قرار إنه يطلع على لبنان، في قسم اتخذ قرار إنه يشرق على سخنين لأنه سخنين مسلمة وآمنة، في قسم اتجه على قرى الشاور مثل نحف، الرامي، في قسم وصل لبقيعة وبقيوا هناك. احنا قررنا نلحق مجموعة إلنا قرابتنا اللي طلعوا على لبنان، لأنه في قسم من عيلتنا طلع على لبنان. قررنا نطلع على لبنان، حملنا وشملنا. وصلنا بلد اسمها حرفيش، قرية حرفيش. في حرفيش في معارف لأبوي أنا هناك من زمن حياة سيدي أحمد. طبعا أبوي اسمه مصطفى، مصطفى الأحمد. بعرف ناس من حرفيش وعلى علاقة وثيقة معه، والعلاقة هاي كانت متوارثة من الجد للأب. أبوي بعرف ابن الشيخ سعيد الخالد شنان اللي هو كان صديق لحياة سيدي. ميلنا على دار محمد سعيد الخالد اللي كان في هذاك الوقت هو نفسه مختار حرفيش، أبو نسيب بقولوا له، محمد سعيد الخالد شنان أبو نسيب. وهذا إنسان كل ما ذكرنا هاي الأمور دائما منوجه له رسالة بالخير إله ولعموم آل شنان وآل حرفيش اللي استقبلونا إحنا كعيلة. وفي معانا أخرى ثلاث عائلات، عائلة جدي أبو أمي، وابن عمنا أبو صالح، وفي حسن اسمه حسن مصطفى، حسن محمد مصطفى الحادي، وفي كمان ابن عم، ابن أخو لسيدي حمد اسمه قاسم، قاسم الديك، قاسم محمد علي بركات الشحادي. كنا أربع عائلات استقبلونا عندهم ووضعونا عندهم في بيوتهم وقاسمونا المسكن والطعام للمدة اللي احنا موجودين فيها. بقينا هناك حوالي أسبوع، راحت مسافر يعني على أساس نفكر وين بدنا نطلع على لبنان. أجانا خبر إنه جماعتنا في رميش، لذلك بدنا نطلع على رميش. لما جهزنا حالنا وبدنا نسافر، إذا كيف سمعت من أبوي واقف كاين محمد سعيد الخالد هذا المختار اللي إحنا موجودين عنده،
وكانت في ذاك الوقت حرفيش بعدها ما وصلتها، ما وصلها الجيش الإسرائيلي، مش محتل. قال له أبو أحمد، كيف حكى لي أبوي، قال له أبو أحمد من هاي الأرض ما بتتحركش أنت، وين بدكم تأخذوا هاي الأطفال وتضيعوا في لبنان؟ تبقوا معانا هون في حرفيش، اللي بيصير علينا بيصير عليكم. شو بده يصير يصير، ولا يمكن تتحركوا من هون. ألزمنا كيف حكى أبوي، ألزمنا على البقاء عنده في حرفيش، مع العلم إنه في خالتي وستي ظلوا لاحقين جماعتهم وقت الهجيج وما دريناش عنهم، وطلعوا مع جماعتنا على رميش على لبنان. قلنا له طيب ما في 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 انفار من عندنا هنا طلعوا من العيلة. قالوا لأبوي احنا منروح على رميش ومنجيبهم. وبالفعل راحوا مع حياة خالي ياسين، راح شاب من حرفيش منهن، راحوا على رميش وجابوا اللي خلينا نقول الأفراد اللي طلعوا من عيلتنا، رجعوهن على حرفيش. ظلينا في حرفيش من شهر 8 لحوالي شهر 12 واحد كونين. استدرينا وصل خبر إلنا في حرفيش إنه في عمالين يعملوا قسايم وعمالين يعملوا إحصاء نفوس للاجئين في سخنين ولكل الناس. إسا هنا قلنا طيب إذا بدنا نظل هنا في حرفيش وأنا بدنا نعمل قسايم من أهل حرفيش، طيب إحنا بدنا نرجع اللي يكون قريبين من معار، بلكي صار حل، أفضل نعاود نرجع على سخنين. الموضوع هذا هيك تفهمه الشيخ محمد سعيد الخالد وقال إذا بدكم تكونوا قريبين من معار وترجعوا على سخنين تقدروا ترجعوا، أما من هون للشمال لا خلص انتهى. بس حملنا ورجعنا في يوم صحو من كوانين من كانون ثاني على ما أذكر على سخنين باتجاه سخنين. في الطريق عند دير الأسد صار علينا شتاء ثقيل جدا، يعني ميلنا برضو على دير الأسد عند العم يوسف الحسين أبو خالد أسدي، كان من معارفنا ومن أصدقائنا، وبقينا عنده حتى تصحى الدنيا. في أخت إلي كانت حملتها عمتي على كتافها، وإحنا راجعين الطريق اللي طبعاً مع الغياب كان الوقت، الطريق في زقاق ثاني، في طريق ثاني بروح على مجد الكروم من تل دير الأسد، تاهت في الطريق وراحت على مجد الكروم. إحنا رحنا عند الجماعة ضفنا وهن راحوا، عمتي وأختي راحوا على مجد الكروم. إسا ثاني يوم أبوي وأبو خالد يوسف الحسين راحوا على مجد الكروم عند أول بيوت استهدوا عليهم وجابوهم. وحتى اللي رجع حامل أختي حياة العم يوسف الحسين وخلاش أبوي يحملها. المهم قعدنا تصحة الدنيا، كمان الإخوان هناك مشكورين جدا جدا، وهي فيها نوع من الأصالة والقيم العربية الإشي اللي عمالين نلاقيه في طريق تهجيرنا. رجعنا على سخنين، في إلنا أصدقاء كثير في سخنين لأنه سخنين ومعار تقريبا كانوا بلد واحد من نتيجة قربهم من بعض البعض. نزلنا عند جماعتنا الخلايلي عند العم خليل أبو حسن،
خليل زردخان بخلوله، وعند العم إبراهيم الذيب توزعنا وسكننا في أكثر من محل لحد سنة لنهاية 49 لأوائل الخمسينات. في أوائل الخمسينات أخذنا شواجر من وكالة الغوث وأجينا على أرض إلنا محاذية لسخنين، وينسيجي في اليوم هناك في أرض لأبوي، وكل الأراضي اللي هناك هي لأبوي ولجماعتنا لقرايبنا. أبوي إلي هناك حوالي 100 دلم، وين مؤسسات مسجاف إسه مبنية، هاي مبنية على أرض أبوي في مكان بسموه الشتول وظهر المري. سكننا هناك، بنينا الشوادر اللي أعطونا إياها في وكالة الغوث، وبعد ما تسجلت أسامينا في الوكالة صرنا نروح على سخنين نجيب الإغاثة ونرجع على الشوادر. في أيام الشتاء لما الشوادر هاي تهبط علينا وإحنا نايمين في مغارة هناك كانت للمعازي، مغارة دار الجمل بقولولها، كنا نفوت على المغارة نقضي الليلة تبعتنا حتى تصحي الدنيا ونعاود نقوم الصبح نعمل شوادر. يعني بدك تقول تمرمرنا 2 3، بعدين عملنا هناك براكيات اللي قعدنا فيها لـ80 البراكيات. الموضوع كنا ممكن نضل هناك مع البراكيات مع الوضع القائم، لكن المشكلة إنه أملاك الدولة، دائرة أملاك الدولة عملت حارس هناك، لأن الأراضي كلها تسجلت في باسم أملاك الدولة. بالأول كانت مسجلة على اسم القيم على أملاك الغائبين، بعدين تصادرت وتسجلوا، لأنه إحنا في حكم قانون الحاضر غائب، يعني كل أراضي معار تصادرت، وهي الأراضي كلها صدروها ما عدا القسم اللي إحنا موجودين عليه لم يصادر. لكن بإيه ذايقونا؟ إنه ممنوع تقيم ولا أي براكية زيادة عن الإشي اللي موجود. طيب عندنا إحنا إلنا براكية، وعملنا خشة في جنب البراكية من لبن، صوروها. في الوضع اللي إحنا كنا موجودين فيه ممنوع زيادة براكيات وممنوع زيادة أماكن، طبيعي صار يسبب لنا مضايقة، لأنه اللي كان طفل في 48 وفي 50 وفي 60، طيب هذا الحكي صار 80، صار شاب وبدنا نروح باقي الشباب بدنا نتجوز بدنا أماكن. حتى أنا لما تجوزت هناك حاولت يعني أحسن شوي من الوضع، شريت برقس خشب وبنيته، أجوا أخذوني عليه مخالفة، هذا في 67 أخذوني عليه مخالفة وطلعوا لي أمر في هدمه، وأجا مدير المركز هناك ضابط المركز الكبير كان يعرفنا، أجا قال بنصحكم لأنه صاروا قاطعين شك لبلدوزر يطلع يهبطه ب 1500 شيكل، أولا بروح عليكم 1500 ليرة طلبت الوقت، بروح عليكم ثمن البراكس كل شريط 1000 ليرة شريته من بلدة تانية، وبروح خلقهم كنت تدفعوا كمان كذا. هذا إشي صار مؤكد وبعثوا لنا إياه حتى ننفذه على المركب، قلنا لا بدنا نهبطه في إيدينا، هبطناه وبعناه فلاح موجود في طمرة هنا. المهم المضايقة أثرت علينا، ولذلك بلشنا نفكر تفكير ثاني إنه لازم نشتري قطعة أرض تتسع لمجموعنا، كل العائلات اللي كانت ساكنة إحنا ودار سيدي وولاد عمي اللي تتسع إلنا ونبدأ نعمل فيها. لقينا قطعة أرض في طمرة وشريناها من جماعتنا من هون من دار الدياب، وهنا القطعة هاي اللي احنا موجودين فيها، اكسب 8 دلومات شريناهن قسمناهن بيناتنا وكل واحد عمار، وانهينا قضيتنا اللي كانت موجودة فوق في المعمل.